آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام العارف بالله الشيخ أحمد الرفاعي روح الله روحه: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدى إلى أمتي حديثا لتقام به سنة أو تثلم به بدعة فهو في الجنة. من هذا الحديث الشريف يعلم أن أهل الجنة هم القائمون بإقامة السنة وإثلام البدعة تجردا لله تعالى وتوكلا عليه وإيمانا به وحبا له. أي بني، اعلم أن حبيب القلوب سبحانه إذا أحب عبدا أطلع سره على جلال قدرته وحرك قلبه بمراوح ذكر منته وسقاه شربة من كأس محبته حتى يسكره به عن غيره وجعله من أهل أنسه وقربه وصحبته حتى لا يصبر عن ذكر ربه ولا يختار أحدا عليه ولا يشتغل بشيء دون أمره. قال الشيخ أبو بكر الواسطي رحمة الله عليه: منزلة الحب أقدم من منزلة الخوف، فمن أراد الدخول في عصبة أهل المحبة فليحسن الظن بالله وليعظم حرمته. وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام أن: يا داود، أحبني وأحب أحبائي وحببني إلى عبادي. فقال داود: إلهي، أحبك وأحب أحبائك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ فقال: ذكرهم آلائي وحسن لطائفي. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال أبو عبد الله النساج رحمة الله عليه: كل عمل لم يكن فيه محبة الله لم يقبل. وقال: من أحب الله تعالى ابتلاه بالمحن، فمن التفت منه إلى ما سواه صار محجوبا عنه وسقط عن بساط أهل المحبة. وقال عبد الله بن زيد رحمة الله عليه: مررت برجل نائم في الثلج وعلى جبينه قطرات من العرق، فقلت له: يا أبا عبد الله، أما تجد البرد؟ فقال: من شغله حب مولاه لا يجد البرد. فقلت: وما علامة المحب؟ قال: استقلال الكثير من نفسه واستكثار القليل من حبيبه. فقلت له: أوصني. فقال: كل لله يكن الله لك. وقال محمد بن الحسين رحمة الله عليه: دخلت سوق النخاسين لأشتري جارية، فرأيت جارية مشدودة على وجنتيها عصابة مكتوب عليها: من أرادنا أفلسناه، ومن هرب منا وسوسناه. فقلت: كذا قال الله تعالى لعباده: إن طلبتموني أنسيتكم بنفسي عن غيري وأفنيتكم بي عن أنفسكم.
حتى لا ترون شيئا دوني. وقيل قرع واحد باب محبوبه فقال من داخل الباب: من أنت؟ فأجابه: أنا أنت. فقال: يا أنا أدخل. عجبت منك ومني، أفنيتني بك عني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. روي عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا به كان هو ومولوده في الجنة. إن في هذا الحديث الشريف من سر الحب له صلى الله عليه وآله وسلم ما يفهمه أهل الخصوصية، فإنهم بذكر اسمه المبارك ترتاح هممهم للتخلق بأخلاقه الزكية وللتشبث بأذياله، فتراهم لا تقف هممهم في طريق متابعته وقفة المشغول بالدنيا، بل هم منتبهون خاشعون ومن الله تعالى خائفون ولنبيهم متبعون وبسنته عاملون، أولئك هم العارفون. أي بني، اعلم أن أهل المعرفة يبكون إذا ضحك أهل الغفلة، ويحزنون إذا فرح أهل الغرة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وإن الله تعالى ذكر من دلائل المعرفة ومن علامات العارفين كثرة البكاء وسيل الدموع، قال سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون. وذم أهل الغفلة بالضحك وترك البكاء في قوله: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. واعلم أن البكاء بكاء العين وبكاء القلب وبكاء السر، فأما بكاء العين فهو لأهل المعرفة من المنيبين، وأما بكاء القلب فهو لأهل المعرفة من المريدين، وأما بكاء السر فهو لأهل المعرفة من المحبين. واعلم أن لأهل المعرفة هموما مخبوءة تحت أسرارهم مستورة عن أفكارهم، كلما هاج من أسرارهم رياح خشية الهيبة، ومن قلوبهم لهب نيران الأحزان أحرقت ما عليها من هشيم الغفلة والنسيان. والبكاء على خمسة أوجه: بكاء الحياء كبكاء أبينا آدم عليه السلام، وبكاء الخطيئة كبكاء نبي الله داود عليه السلام، وبكاء الخوف كبكاء نبي الله يحيى بن زكريا عليه السلام، وبكاء الفقد كبكاء نبي الله يعقوب عليه السلام، وبكاء الهيبة كبكاء سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبكاء سادس كبكاء نبي الله شعيب عليه السلام، ذلك بكاء الشوق والمحبة. بكى نبي الله شعيب حتى ذهب بصره، ثم رد إليه بصره فبكى حتى ذهب بصره ثلاث مرات، فأوحى الله تعالى إليه أن: يا شعيب،
إن كان بكاؤك من مخافة النار فقد أمنتك من النار، وإن كان بكاؤك من أجل الجنة فقد أوجبت لك الجنة. فقال: لا يا رب، ولكن من الشوق إلى رؤيتك. فأوحى الله تعالى إلي أن: يا شعيب، حق لمن أرادني أن يبكي من شوقي، إنه ليس لهذا الداء دواء غير لقائي. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن عبدا بكى من خشية الله تعالى في أمة لرحم الله تلك الأمة ببكائه. وقالت رابعة رحمة الله عليها: بكيت 10 سنين عن الله، و10 سنين بالله، و10 سنين إلى الله. فأما ما هو بالله فالرجاء به، وأما ما هو عن الله فالخوف منه، وأما ما هو إلى الله فالشوق إليه. وقال بعضهم: دخلت على رابعة البصرية فإذا هي ساجدة، فجلست عندها حتى رفعت رأسها، فإذا في موضع سجودها ماء واقف من دموعها، فسلمت عليها فردت علي السلام وقالت: ما حاجتك؟ قلت: أريد زيارتك. فبكت ثم صرفت وجهها عني وكانت تبكي وتقول: قرة عيني، لا بد لي منك. فالعجب ممن عرفك كيف يشتغل بغيرك، والعجب ممن أرادك كيف يريد غيرك. وكان عطاء السلمي رحمة الله عليه كثيرا ما كان يقول في بكائه: اللهم ارحم انقطاعي إليك، وإعراضي عن سواك، وغربتي في بلادك، ووحشتي بين عبادك، ووقوفي بين يديك. وقال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: بينما أنا في الطواف، إذا أنا برجل قد تغير لونه ونحل جسمه وهو يبكي ويدمدم مع نفسه، فدنوت منه فإذا هو يقول: إلهي، قد استأنست بك قلوب المحبين، واستراحت إليك قلوب العارفين، فلا تقطع منك آمال المشتاقين. قال: فسمعت هاتفا يقول: يا ولي الله، لقد أبكيت السماوات السبع، أسكت فإن لك ما سألت. وروي أن آدم عليه الصلاة والسلام لما نزل من الجنة بكى حتى نبت من دموعه النبات، فأوحى الله تعالى إليه: هذا البكاء على فوت الجنان، فأين البكاء على ترك خدمتي؟ ففزع آدم إلى كلمة الإخلاص، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال ذو النون رحمة الله عليه: رأيت بمكة رجلا يبكي بكاء العارفين، فدنوت منه وقلت: ألك حبيب؟ قال: نعم. قلت: حبيبك قريب أم بعيد؟ قال: قريب. قلت: موافق لك أم مخالف؟ قال: بل موافق لي. قلت: سبحان الله، فلم تبكي؟ قال: أما علمت أن عذاب القرب والموافقة أشد من عذاب البعد والمخالفة؟
وحكي أن رابعة رحمة الله عليها كانت تمر يوما في بعض طرق البصرة، فقطرت عليها قطرة من الميزاب، فسألت عنها فقيل إنها من بكاء الحسن. قالت: قولوا للحسن لو ازددت بالدموع حتى تصل للعرش محبة له لكان قليلا. وسئل أحد الصالحين: هل يبكي المنافق؟ فأجاب: أما من الرأس فنعم، وأما من القلب فلا. وقال الفضيل رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يبكي وقلبه ساهٍ فهو بكاء منافق، إن البكاء بكاء القلب. وقيل لمالك بن دينار رحمة الله عليه: ألا تجيء بقارئ يقرأ بين يديك؟ فقال: إن الثكلى لا تحتاج إلى النائحة. وقال كعب الأحبار رحمة الله عليه: لأن أبكي دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بجبل من الذهب. وكان مالك بن دينار رحمة الله عليه كثيرا ما يبكي ويقول: يا نفس، تريدين أن تجاوري الجبار وتشاهدي المختار؟ بأي شهوة تركتها؟ بأي بعيد قربته إلى الله؟ بأي ولي أحببته لله؟ بأي عدو أبغضته لله؟ بأي غيظ كظمته لله؟ لا والله، لولا عفو الله ورحمته. ثم يغشى عليه. وروي أن الله تعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام: لن يتقرب إلي المتقربون بمثل البكاء من خشيتي. وقال ثابت أن الساج رحمة الله عليه: ما شرب داود عليه الصلاة والسلام شربة من الماء بعد الخطيئة إلا وكان نصفه من دموعه حتى لحق بالله عز وجل. فقال يوما من الأيام لما رأى من كثرة دموعه: أما ترحم بكائي يا إلهي؟ فنودي من السماء: يا داود، تذكر دموعك ولا تذكر ذنبك. فأخذ برمض النار من الرماد وجعله على رأسه ويقول: ذهب ماء وجهي عند ربي. وقيل كان في عهد الحسن البصري رضي الله عنه رجل كان له ابنة تبكي حتى عميت عيناها، فجاء الرجل إلى الحسن ودعاه ليعظها لعلها ترفق بنفسها. فأتاها الحسن وقال لها: أرفقي بنفسك. فقالت: أيها الأستاذ، إن عيني لا تخلو من وجهي، إما أن تصلح لرؤية ربي أو لا تصلح، فإن لم تصلح فحق لها أن تعمى، وإن كانت تصلح فألوف مثل عيني فداء لرؤيته. فقال الحسن: جئت مداويا فصرت مداوى، وأتيت مطببا فوجدت طبيبا. وقالت سلمة بنت خالد المخزومي رحمة الله عليها: كانت امرأة من الشام ببيت الله الحرام يقال لها حزينة، أبدا تبكي من غلبة الشوق، وكلما نظرت إلى باب الكعبة قالت: بيت ربي، بيت ربي. ففتح باب الكعبة يوما من الأيام فرأت فيها طائفين يبكون ويقولون:
مليكنا وقرة أعيننا، طال إليك شوقنا، متى تكون ملاقاتنا؟ فسمعت تلك المقالة فصاحت صيحة عظيمة وخرت مغشية عليها، ولم تزل تضطرب حتى ماتت. وقال يحيى بن أصفر: دخلنا مع جماعة من أصحابنا على عابدة من العابدات رحمة الله عليها، وكانت عمياء من كثرة بكائها، فقال واحد منا: ما أشد العمى بعد البصر. فسمعت ذلك فقالت: يا أبا عبد الله، عمى القلب عن الله تعالى أشد من عمى العين، ووددت لو أن الله أعطاني كنه محبته ولم يبق لي جارحة إلا أخذها مني. الليل داج والعصاة نيام، والعارفون لدى الجليل قيام، يتلون آيات الهدى ودموعهم تجري، ومنها قد تفيض سجام، لا يصبرون سويعة عن ذكره شوقا، وليس لمن يحب منام. روي عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: ربنا ولك الحمد. إن في هذا الحديث من أسرار الموافقة لداعي الله الذي يرد شأنه على كل لسان ما يفهمه أهل الذوق من أرباب المحبة. أي بني، قيل لواحد: ما حقيقة المحبة؟ قال: الموافقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، واجعل حبك أحب الأشياء إلي. قال الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من ذاق من خالص حب الله استوحش عمن سواه، وترك لأجله كل ما يهوى. ويقال: جفاء العدو غم نازل، وجفاء الحبيب سم قاتل. وكان ذنون المصري رحمة الله عليه كثيرا ما يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك يشتغل بالحديث، فسمع في المنام: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ قال فترك الحديث وأقبل على قراءة القرآن. روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا في الدنيا وأهلها فيصدك عن طريق محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. ويقال أن أصل المحبة هو المحو، إلا أنها على ثلاث مدارج: العام والخاص وخاص الخاص. فأما العام فمحو القلب عن حب الذنوب والمعاصي، والخاص محو القلب عن حب الدنيا وأهلها، وخاص الخاص محو القلب عن حب ما دون الله تعالى. قال يحيى بن معاذ رحمة الله عليه في بعض مناجاته: إلهي لا تعذب قلبا أنت حبيبه، إلهي إن تعذبني عذبت من أحبك، وإن أهنتني أهنت من أحبك، وإن أكرمتني أكرمت من أحبك.
حكي أن أبا يزيد رحمة الله عليه تكلم يوما بكلام أهل المحبة، فجاء طائر فلم يزل يدنو منه حتى جلس بين يديه، ثم ضرب بمنقاره على الأرض وسال منه الدم حتى مات. وحكي أن واحدا من العارفين مر برجل من العيارين وهم أصحاب الهمة في أعمالهم يضرب عبدا له بعود والعبد يضحك في وجهه، فقيل له: يا هذا، يضربك السيد بالسياط وأنت تضحك؟ قال: من حلاوة حبه لا أجد ألم الضرب. فصاح العارف وخر مغشيا عليه. قال يحيى رحمة الله عليه: ليس بصادق في حبه من لم يحفظ حدوده، ولم يعظم حرمته، ولم يعرف منته. وحكي أن رجلا جاء إلى عبد الواحد بن زيد فقال: أخبرني بأقرب الأعمال إلى الله تعالى وأعظمها عنده زلفى. فقال: أن تحب ما يحب الله. فقال: شرح لي صفة المحبة. فبكى عبد الواحد وقال: أتحتمل؟ قال: ما شاء الله. فوصف له شيئا من المحبة وحقائقها، فغشي على الرجل، فلما أفاق قال: سبحان الله، من يستأهل هذا؟ أو من يطيق الاستقامة على تحقيق المحبة؟ فقال: رب قلب قصد محبوبه قصدا، لا يدركه الريح العاصف ولا البرق الخاطف حتى وصل إلى محبوبه. قيل: أوهل يكون للمحب علامة؟ قال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، كذلك المحبة إذا دخلت القلب تلاشت النفس بكل ما فيها من صفات الإنسانية تحت سلطانها، فاحترق ما في القلب من غير الله تعالى بنيرانها. وقيل لبعضهم: ما بال المحبين كالمبهوتين؟ قال: لأنهم ذاقوا حلاوة محبته، وسمعوا أصوات عجائب حسن دعوته، حتى طارت عقولهم وقلوبهم إليه، وصاروا مدهوشين به. هيهات، أين الحب؟ أين صفوة الحب؟ أين حقائق الحب؟ أين من يستحق الحب؟ ألا إن من أحبه لا يصبر عنه طرفة عين؟ إن المحب نهاره مستوحش بين العباد يسير كالمتفرد، فالعين منه قريرة بحبيبه يرجو لقاء الواحد المتوحد. يا حسن موكبهم إذا ما أقبلوا نحو الإله مع النبي محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، أنت التواب الرحيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد، اللهم أصلح أمة حبيبك محمد، اللهم ارحم أمة حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.